بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بحضراتكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على انفلونزا الخنازير او اللي احنا بنسميها سواين فلو او بيك فلو او اختصارا بنسميها H1N1. H1N1 ده اسم الفيروس المسبب للمرض. عشان الاختصار هندما لما نقول H1N1 يبقى ده معنى ذلك ايه؟ انفلونزا الخنازير. في فيروس انفلونزا بيصيب الانسان، فيروس الانفلونزا بيصيب الخنازير، فيروس الانفلونزا بيصيب الطيور. بالنسبة للخنازير والطيور ممكن تتنقل للإنسان عن طريق المخالطة والمعاشرة معهم. الفيروس دوت قاعد يحور نفسه ويحول ويطور في نفسه لحد ما بقى إيه، فيروس جديد يجمع الثلاث خصائص دول، بقى أشد شراسة من أي واحد فيهم، وبقى يتنقل للإنسان مباشرة بدون أي وسيط، لا خنازير ولا أي حيوانات أخرى ولا أي طيور. الفيروس دوت اشد فتكا وشراسه زي ما بيقول من اي حاجه، ودلوقتي ممكن يحصل ان الانسان يعدي انسان تاني لو خد العدوى، يعني يعدي انسان تاني بدون لا حتى يكون في المدينه، في مدينه في نيويورك في القاهره في اليابان في اي حته ما فيهاش ايه، لا مزارع ولا خنازير ولا طيور. الفيروس لما بيجي الانسان مره وبيخف منه ممكن يديله نوع من المناعه المؤقته. مؤقته ليه؟ لان احنا بنقول الفيروس دايما مع انه صغير جدا كده هوت، يعني حجمه مش لا يذكر، انما دايما بيحور نفسه ويحول نفسه ويطور نفسه بحيث دايما يبقى فيه سلالات جديده ايه منه بتبقى برضو اشد فتكا من اللي قبليها. فعلشان كده بنقول ان اللي يصاب بيه بيجيله بياخد منه مناعه مؤقته، انما في حاله الوبائيات لازم ياخد تطعيم من جديد كانه ما جالوش ايه بالظبط. الفيروس بيتنقل ازاي؟ بيتنقل عن طريقين، اول حاجه عن طريق الهواء، يعني واحد كح او عطس في وش واحد او في مكان في ناس مقفول او حتى لو مفتوح حتى، والفيروس دوت دخل الانسان السليم عن طريق العين او الانف او الفم بياخد العدوى على طول. العدوى ممكن تقعد 24 ساعة على ما تبتدي تظهر الأعراض اللي هي فترة ايه اللي احنا قلنا قبل كده عليها، اللي هي فترة الحضانة أو الانكوبيشن بيريد، يفضل في الجسم على ما تظهر الأعراض، تظهر بعد ايه 24 ساعة أو 48 ساعة. يعني معنى ذلك إن لو واحد ايه عنده الأنفلونزا ديت أو الـ H1N1 ومش باين عليه أي حاجة وعطس في وش واحد قبل ما تظهر عليه الأعراض بيوم، ممكن ينقل إيه العدوى وهو مش عارف، ولا التاني إيه اللي هو بيستقبل إيه العدوى عارف. دي أول حاجة. تاني حاجة عن طريق الأسطح. أسطح يعني إيه؟ يعني بلاستيك، إزاز، كوباية مية، إزازة مية، عمود ماسك فيه بأي طريقة، ما دام أي حاجة من دي ملوثة وفيها الفيروس، جه صاحبنا دوت حط إيده على عينه أو على بقه أو على مناخيره ودخل الفيروس في جسمه، انتهى الموضوع ايه؟ خد الايه؟ العدوى. اكتر ناس عرضه اصابه بهذا ال H1N1 الفيروس دوت، اكتر الناس عرضه الاطفال اقل من سنتين، فوق ال 65 سنه الناس الكبار، الحوامل، الناس اللي عندهم حساسيه في الصدر خاصه مرضى الربو، مرضى القلب، مش الضغط العالي لا، مرضى القلب اللي هو عنده حاجه في الشرايين التاجيه في عضله القلب، الكلام ده كله، مرضى الكلى والكبد اللي هم سمان زياده عن اللازم، الناس اللي بتاخد او عندهم مناعه الطبيعيه بتاعتهم ضعيفه، يعني كده خلقه كده بتاعت ربنا، يا اما يكون بياخد مثلا ادويه بتاعت سرطان، بياخد اشعاع او كيموثيرابي اللي هو العلاج الكيماوي، او اللي بنقول له عضو مزروع له عضو، يعني زي القلب الكلى الكبد مزروع له عضو، فبياخد ادويه بتعمل برضو الادويه دي بتعمل نفسها ايه هبوط في الايه في المناعه. فدي اكتر ناس بتبقى عرضه للاصابه بالمرض. هنيجي دلوقتي نشوف ايه الاعراض، ايه الاعراض اللي ممكن تبقى موجوده. الاعراض زيها زي الانفلونزا العاديه بالظبط، مش نزلات البرد، في فرق كبير بين نزلات البرد والفيروس بتاع الانفلونزا ده اشد طبعا فتكا منه بكتير، انما الاعراض تقريبا بتبقى هي ايه هي. عشان كده بقى في ايه لابس، هي انفلونزا عاديه ولا هي انفلونزا H1N1 دوت، فده ما بيبانش الا بالتحليل المعملي الدقيق جدا عشان نقول ده كذا او ايه كذا. فالاعراض بتبقى سخونه جديده، مش سخونه، حمى، لان بتبقى درجه حراره 39 فما فوق، جسم مدغدغ، المفاصل مدغدغه، العضلات مكسره، تعب عام، العين بتبقى محمره وبتدمع، المناخير نازل رشح ايه عمال على بطال،
الكحة كمان لما بتبقى موجودة في النوع ده بتبقى كحة شديدة جدا، ممكن كل الأعراض ديت، ويبقى كمان معمول معاها قيء وإسهال في بعض الأحيان، أو في أحيان كمان كتيرة. الكلام ده بالنسبة للأعراض دي بالنسبة لكل الأعمار. أما بالنسبة للأطفال بصفة خاصة، مع الكلام اللي إحنا قلناه ده، بيبقى فيه أعراض بقى بتبقى باينة عليهم قوي. الحمى اللي بتيجي للطفل في الحالة ديت لما يكون عنده الفيروس دوت، الحمى بتبقى مصحوبة ببقع جلدية نزفية، يعني تلاقي كده ايه، بقع حمراء ده بيبقى نزيف تحت الجلد. الجلد نفسه لونه بيتغير، يا اما بيتحول الى رمادي، يا اما بيبقى مزرق شوية. تلاقي الطفل نايم 24 ساعة مش عايز حد يقومه، مش عايز كمان يقوم من التعب. ما بيبقاش في تفاعل مع الاطفال حواليه، يعني ولا حد حتى كبير قاعد بيلعب وبيضحك معاه، مش ما فيش الكلام ده كله. هو مش ايه مش هنا في نوع من ايه البلاده شويه كده، او من الزهد يعني في الموضوع، من التعب اللي هو فيه. بتلاقي التغيرات سريعه، تغيرات سريعه في البيهيفير بتاعه، في السلوك بتاعه. يعني ايه، بيضحك تلاقيه ساكت، الشقي تلاقيه هادي جدا، بيتكلم كتير تلاقيه ساكت كده. ده ايه، تغيرات ايه بتحصل ايه مع ايه الطفل اللي هو ايه لو ايه اصيب بالايه بالانفلونزا. بالنسبه بيبقى برضو عنده القيء اللي احنا قلنا عليه والاسهال، اللي هو بقى احيانا بيبقى موجود او احيانا كتير بيبقى موجود. هنا بيبقى فيه قيء شديد جدا، يا اما بيبقى مستمر، يعني إيه ندي له حقن، هو ما فيش فايده في إيه، مش عايز يقف الايه القيء كل شويه، ايه قيء 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 وما بيجيبش حاجه من بطنه. اي نعم، انما لا في ايه الموضوع ايه القيء دوت. يعني حتى لو كان الطفل مثلا بيحب دايما كده يروح الثلاجه ويفتح ويشرب ميه، يشرب عصير، اي حاجه موجوده في البيت او حد يديله حاجه يشربها، ما بيبقى رافض إيه تماما ايه الموضوع دوت. يمكن بعد كده هو بالنسبه للتنفس بيبقى سريع سريع او في اضطراب. فكل ده بيقول لنا ايه، ان الطفل ده فعلا لابد ان احنا نعمل له تحليل دم، هل عنده الانفلونزا العاديه ولا انفلونزا H1N1. طيب نيجي دلوقتي بالنسبه للوقايه، هل في وقايه او ممكن نقي نفسنا ان شاء الله من مرض دوت؟ ممكن قوي، على قد ما نقدر طبعا. اول حاجه لما واحد يقابلنا كده بنسلم عليه، بنلاقيه بيعطي شكله كده ايه، يا مناخيره محمره وعينه محمره، وبيرشح على الاقل يبقى في ايه مسافه ايه بيننا وايه وبينه. نسلم عليه، مفيش بقى حضن وبوس والكلام ده كله. وقبل ما احط ايدي على وشي لازم اغسلها 3 4 مرات ميه وصابون او سبيرتو، اي مطهرات موجوده مفيش اي مشاكل منها، حتى الميه والصابون كفايه، او 3 4 مرات. اللي بيتعامل مع ورق الفلوس اللي هو البنكنوت بيبقى نقل الفيروس، اي اسطح معدنيه زي ما قلنا، مسك حاجه، كان ما كل الكلام دوت، قبل ما يحط يفكر يحط ايده، هو مش عارف الفلوس ديت لانها بتتداول ما بين العشرات والمئات، او اي عمود تاني 1 2 و3 و10 و20 مسكوه، فهو مش عارف هل في حد ملوث او حد ايده كانت ملوثه مسك الحاجه ديت، او الورق حتى الورق حتى الفلوس المعدنيه حتى اي فلوس يعني. فلابد قبل ما يحط ايده على وشه لازم يغسل ايده مره واثنين وثلاثه، على قد ما يقدر يكون في مسافه بينه وبين اللي هو شاكك ان هو يكون ايه عنده ايه نزله ايه برد. ده بالنسبه ايه احتياطات واجبه. طيب بالنسبه للمريض، واحد دلوقتي جاله H1N1 دلوقتي وبقى مريض، لو راح المستشفى خلاص انتهى الموضوع بتاع ايه، الموضوع يبقى هو ايه منه لايه لاساتذتنا ايه الدكاتره هناك. اما لو قاعد في البيت فهو عليه، هو ملوش وقايه دلوقتي، انما هو دلوقتي يقي اللي حواليه من المرض. بمعنى ايه؟ هيبقى راقد في السرير، يبقى المفروض كده ايه، المفروض يبقى كده حته كده هاويه الى حد ما، فيها هواء معقول، مش تيارات برد يعني، تيارات هواء جامده. يبقى اذا كان في ممكن يبقى مشمس يعني، او اذا كان في الامكان، ما كانش بالامكان خلاص اهو كده كده نايم ومستريح حلو كده. وبعدين هينف، هيعطس، هيعمل اي حاجه اللي هي بتسبب انتقال الفيروس، يحط منديل، لو هو بيعطس يحط منديل ويرميه في ايه في, في في اي سله خاصه بيه، او بتاع في كيس احسن ويقفله، او المهم يتخلص من المنديل بعد كده دوت بطريقه صحيه. ولازم يغسل ايده بعد الموضوع دوت مره واثنين وثلاثه زي ما قلنا بالميه والصابون. مش قادر يقوم من السرير، يبقى اللي حواليه يجيبوا له ميه وصابون ويغسله هو ايه قاعد ايه. على كل ده عشان ايه، نحاول نحجم الى حد كبير ايه انتشار الايه الفيروس. اما الوقايه بقى للكل بقى، لسه ما حدش ايه يعني، اذا كان في ايه داخلين على وباء او في شك كبير ان في هيبقى في وباء بالH1N1، فبيبقى الوقايه
يا اما الكل يلبس ماسكات، وده تشجيع طبعا مش ظريف طبعا في المنطقه بتاع الشرق الاوسط. اما الافضل طبعا او مش الافضل، الحاجه الثانيه بالتطعيم اللي احنا لسه ايه قايلين عليه دلوقتي، كله يتطعم ايه من الاتش 1N1. دي نمره واحد. ونمره اثنين، ممكن كمان في عقار اسمه التامي فلوك، وطبعا حضراتكم كلكم عارفينه، وده اشهر عقار على مستوى العالم. هو فيه نوعين، انما ده اشهر واحد على مستوى العالم، بيستخدم في حاله ايه الوقايه حاليا، ان احنا بناخد واحد كبسوله واحده كل يوم لمده 10 ايام. دي بالنسبه للوقايه. التامي فلوك ده بيعمل ايه؟ اللي هو ايه العقار التامي فلوك ده بيعمل ايه؟ بيقلل الى حد كبير من الاعراض الشديده القاسيه بتاعه الH1N1. حلو كده. بالاضافه لذلك بيقلل وقت بتاع الشفاء بتاع المرض. يعني لو هناخد بس هياخد شهر من غير التامي فلوك دوت، فده ممكن يخليه اسبوعين، ممكن يخليه 10 ايام، فبيقلل. فده برضه ايه شيء ايه مطلوب وايه جميل جدا. ده بالنسبه للكبسولات في اثناء المرض. في اثناء المرض التامي فلو بيتاخد كبسوله الصبح وبالليل لمده 5 ايام. هو شرب في 10 كبسولات، هو لمده 5 ايام، هي دي الجرعه ايه الموصى بيها يعني. طب في حاله اطفال او ناس كبار ما بيعرفوش يبلعوا كبسولات، او اي سن واحد ما بيعرفش يبلع كبسولات، ندي له ايه الدواء؟ طب لو الدواء التامي فلو ده مش متوفر في وزاره الصحه حاليا، بنعمل ايه؟ بنجيب الكبسوله بنفتحها نحطها على شويه عسل، على شويه سكر، على حته شوكولاته. المهم لازم يتاخد، لازم ينزل ايه الجسم. ليه اعراض جانبيه التامي فلو؟ ليه اعراض جانبيه؟ انما طبعا مش هنقولها. ليه؟ لان دلوقتي التامي فلو حتى لو ليه اعراض جانبيه وجامده وقاسيه شويه، انما لما نيجي نوزن الموضوع قدام الاعراض الجانبيه بتاعت التامي فلو وقدام الفيروس القاتل H1N1 دوت، هنلاقي مفيش ايه نسبه. فيبقى لازم معلش يعني غصبا عن المريض ياخده ونستحمل ايه الاعراض الايه الجانبيه. ده بالنسبه للعلاج. قبل ما الدكتور استاذنا بقى بتاع الحميات، قبل ما بيدي التامي فلو لاي حد، هو طبعا بيحدد الجرعه على اساس السن والوزن يعني الموضوع ده كله ككل يعني. انما لازم يقول الست دي حامل، اللي كانت واحده ست حامل ولا مش حامل، بترضع ولا ما ترضعش، عن المريض عنده مشاكل في الكلى ولا لا، عنده مشاكل في الرئه ولا لا. فلازم يتقال الكلام ده، لازم يتسال الاسئله دي كلها علشان نشوف الجرعه المناسبه بالنسبه للحاله دي، ونديها او ما نديهاش بقى على حسب ايه الحاله الصحيه. ليه؟ لان التامي فلو ده الفيروس H1N1 دوت شغله كله على الرئه، بيعمل حاجه اسمها فشل تنفسي او ريسبيراتوري فيلر. يعني ايه؟ زي بالظبط كده ايه مثلا حد يسمع ايه فشل ايه كلوي، يعني الكلى ما بتشتغلش. هنا برضو الكلى الرئه مش شايفه لا في ايه، لا في تنفس ولا في شهيق ولا زفير. يعني معنى ذلك ايه؟ ما فيش انسان بيعيش من غير هواء. يبقى في النهايه ايه؟ هي دي الوفاه، وهو دي القسوه والشده بتاعت الايه H1N1 عن اي فيروس تاني. بالنسبه للانفلونزا يعني لا، هو في كلهم بيعملوا تقريبا نفس العمليه، الفيروسات الانفلونزا كلها بتعمل نفس العمليه، بس ده بيبقى ايه اقصى واشد من ايه وطأه من ايه اللي فات. يبقى تاني بالنسبه للعلاج، احنا قلنا الوقايه بناخد لها التامي فلو، وبرضه بس بايه واحده ايه كل يوم 10 ايام. اما بالنسبه للعلاج بناخد واحده كل 12 ساعه او الصبح وبالليل يعني لمده ايه 5 ايام. ده بالنسبه للعلاج لو واحد فعلا مصاب بالH1N1. طيب الـ 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 الاكل بتاعه هيبقى ايه؟ يعني واحد دلوقتي ما احنا قلنا في المستشفى خلاص هم هيتصرفوا معاه. اما بالنسبه للبيت، البيت عشان برضه يبقى فيه اهتمام، لازم طبعا عنده حمى، مش سخونه، حمى. فاذا الحمى دي ممكن تعمل نوع من الجفاف، وبتعمل نوع من الصداع. الغرض احنا بندي له بقى ايه؟ سوائل كتير عشان تعوض ايه الكلام ده كله، الجفاف ده كله. سوائل كتير، ميه، عصائر بتاعه الفاكهه الطبيعيه في البيت تتعمل، يا ريت ما تبقاش من بره. الفاكهه نفسها، الخضار الطازه اللي هو يتغسل كويس قوي يتاكل، كل الحاجات دي. شوربه فراخ، لو عايز اكل لحمه ولابد يعني يبقى صدر الفراخ او صدر الارانب اللي هي مش الورك، الصدر، ويكون مسلوق لا مشوي ولا محمر، عشان برضو ايه الطاقه اللي هو ايه عايزين نخزن الطاقه، ندي يعني خليه ايه باقصى طاقته، ونبعد عن ايه الطاقه اللي هي مطلوبه في ايه في الهضم والامتصاص والكلام ده كله. طيب بالنسبه للادويه، الادويه ملهاش اي مفعول غير تسكين
الظواهر، يعني واحد عنده صداع، سخونيه، الم في الجسم، فبنديله ابسط انواع الادويه برضه عشان ما تعملش اجهاد على الكبد ولا على الكلى. بنديله ابسط انواع الادويه زي الباراسيتامول والابيوبروفين، والاثنين دول طبعا اسماء علميه ما هياش اسماء تجاريه، والاثنين دول موجودين يا اما كل واحد لوحده يا اما وعلى هيئه اقراص وشرب وكبسول وكل حاجه على حسب الاعمار والسن، ويا اما بتبقى ايه مدمجه او الاثنين بيبقوا ايه في ايه في علاج واحد، بيبقى طبعا افضل كتير. لو فرض يعني السخونه شديده زي لازم ممكن نعمل كمادات ميه بارده. بالنسبه للمضاد الكحه، لما عشان الكحه تبقى شديده ممكن ندي يا اما اعشاب طبيعيه زي التري والانسولين الى اخره، ممكن ندي ادويه بتبقى برده خلاصات عشبيه برده من الحاجات دي كلها واكتر، بتبقى كويسه جدا وما فيش اي مضار كيماويه خالص على الانسان. لو الكحه برده شدت قوي بندي مضاد حيوي، ولابد ندي مضاد حيوي. ليه؟ علشان احنا بنخاف من حاجه اسمها التهاب البكتيري الثانوي او السكند بكتيريال انفكشن، اللي هو ممكن بعد كده الكحه دي ممكن تقلب بالتهاب رئوي، وهو اساسا احنا خايفين اساسا من التهاب الرئوي بتاع الايه H1N1، فبندي ايه احتياطي. اما مضادات الحيويه ومضادات الفيروسات ملهاش اي دور خالص في علاج الفيروس بتاع الاتش 1N1، التاميفلو فقط هو اللي دور، اي حاجه تانية بعد كده احنا بنديها بس علشان ايه الظواهر اللي عندنا، اللي احنا ايه شايفينه قدامنا في المريض، سخن بمدغدغ بكحه، الكلام ده بس اكتر من كده لا، انما مش هنديله مضاد حيوي عشان يعالج ايه فيروس. ده تقريبا اللي احنا عايزين نقوله بالنسبه لل لمرض H1 او اصابه ب H1N1. اللي بس يمكن حاجه بس يمكن اخيره كده هو اللي عايز اقولها مهمه جدا وقلتها كتير قوي فيديوهات قبل كده، هو ممنوع الاسبرين لاي طفل اقل من 18 سنه، ممنوع منعا باتا، لا هو مريض ولا صحيح، ممنوع يتاخد الاسبرين خالص لان بيبقى مشاكله ايه كبيره بالذات لو حصل التهاب فيروسي. فاحنا نمنعه ايه من اقل من 18 سنه ما ياخدش اسبرين باي صوره ولا باي تركيز. العقار التامي فلو برضو قبل ما انسى قبل ما اختم يعني الكلام، العقار التامي فلو ده المفروض ان احنا بناخده في خلال يا اما وقايه زي ما قلنا قبل كده، يا اما لو حصلت اصابه بناخده في خلال اول 48 ساعه من ظهور الاعراض علشان يعمل ايه التاثير بتاعه كويس. اما لو فرض ان هو اتاخر الاربع ايام خمس ايام مفيش مشاكل، برضه هناخده وبرضه هيبقى ايه افكتيف او ايه فعال ايه في الحته ديت. فانما دي كده تقريبا ايه يعني باختصار شديد ما هو ايه الموضوع بتاع انفلونزا الخنازير او الاتش 1 ان 1. انما اللي عايز اقوله ان اللي عايز انا عملته باختصار شديد ليه؟ لان انا ذكرت موضوع الانفلونزا وهما الاثنين الاخوات قوي يعني او توأم في فيديوهات خاصة بالانفلونزا، فأرجو اللي عايز يستزيد ويستفيد بإفادة بقى كاملة، إن الموضوع هيبقى إيه بالتفصيل بقى في المرة الأولانية بالتفصيل إيه كبير قوي، إنما إحنا بس قلنا إيه يفهم الناس إيه هو الـ H1N1 أو انفلونزا الخنازير علشان يبقى في إيه نوع من الهدوء ونوع من عدم الفزع وكده. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.